المسرحية ديت هي رواية أنا ما كنتش عارفها، فكنت في أحد الأقاليم في لجنة مناقشة مخرجين، فتطرقنا لقصة العطل للدرومات، فالقصة عجبتني جدا. هي المورال بتاع المسرحية أو الهدف من المسرحية عايزة تتكلم عن الضمير الداخلي، يعني هي اسمها الجريمة البيضاء. احنا ممكن نعمل جرائم بعيدا ملهاش عقاب في القانون، ان انا ضايق حد مثلا فاتسبب في ان يجيب له الضغط او السكر، او كلمة تتقال تتسبب في ان حد يتوفى. فكرة الضمير الداخلي للانسان، ان الانسان يجب ان يكون عنده رقابة داخلية او ضمير داخلي بيحكم بيبقى يعني باصص عليه في كل افعاله وتصرفاته. هو دوت الهدف من المسرحية. انا دايما بدور يعني على ان الشخصية زي ما بيقولوا كده بتنادي صاحبها، في مواصفات شكلية للمسرحية، وطبعا لازم يكون الممثل اللي انا بختاره يكون جهازه الانفعالي كويس، وممثل يعرف يؤدي دور بجدارة يعني. ولا حاجة، ولا احنا تعبنا في المسرحية دي، قعدنا نشتغل فيها حوالي 4 شهور علشان هي مسرحية جديدة شوية على مسرح القطاع الخاص، لانه هو عمل فيه كوميديا بس هو عمل جاد وفي هدف من الموضوع، ولكن المتفرج مش بيضحك بس، هو بيضحك وبيفكر وبيحط نفسه مكان البطل وبيسأل نفسه هل هو ارتكب في حياته جرائم بيضاء. احنا كلنا ارتكبنا جرائم بيضاء، ممكن من ان يسلم على حد وحش فيفكر في الموضوع دوت فيتأثر تاني يوم، اني الاقي غش فاغمي عيني عن اللي بيحصل، اني يعني الحاجات دي.